نظمت حملة مواطن إحدى الحملات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2018 حفلا لتكريم أعضائها. من جانبه أشار أو قال السفير محمود كارم المنسق العام لحملة الرئيس السيسي إن الحملة بذلت جهدا كبيرا خلال الانتخابات، وأكد أن أعضاء الحملة أعطوا للعالم مثالا لكيفية إدارة الحملات الانتخابية. أنا جاي أكرم حملة مواطن، أكرم هذه الحملة المحترمة اللي هي اشتغلت بصمت وبجهد وبعلم وبتخطيط وبممارسة سليمة. أنا بحييكم، وخلي الكل ياخد بقى مثل كيف تدار الحملات وكيف تدار العملية المشاركة السياسية من الدروس اللي انتم قدمتوها في العالم. خليني أقول إيه هي الدروس. أنا اشتغلت مع بعض من حضراتكم في عملية تصويت المصريين في الخارج، وشاهدت الوطنية والحب الجارف لهذا الوطن. حضراتكم بتسافروا إلى الخارج وبتمضوا أوقات طويلة جدا وبيبقى فيه حجم. أنا ما بقولش توجيه، هناك فرق كبير جدا بين الحجم والتوجيه. الواجب على أي حملة في أي عملية انتخابية أن يكون لها دور في الحجم، ولكن ما يكونش لها دور في التوجيه.